حياكم الله مشاهدينا الكرام الرافدين، أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف بعد أهم العناوين. نبدأ من العربي الجديد، كورونا ينغص رمضان العراقيين. نطالع في ألتر العراق، حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز 1,000,000 في العراق. نقرأ في الزمان، تفاقم أزمة كورونا في العراق يثير مخاوف الجيش الأبيض من الازدياد المقلق. وعنونة الحرة العراق، إيران وأذرعها العقبة الكبرى أمام السيادة العراقية. في المدى، مزارعو ديالا يبتكرون مصائد كهربائية لحماية أسرهم من الحيوانات المفترسة واللصوص. في الشرق الأوسط، الهند تسجل أكثر من 2,000 وفاة ونحو 300,000 إصابة جديدة خلال 24 ساعة. وموقع الجزيرة، شركة فايزر يكشف عن لقاحات مزيفة لكورونا في المكسيك وبولندا. ارتباط رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي بالمخابرات الإيرانية موضوع تناوله الكاتب خضير طاهر في مقالة جاء فيها: لقد كانت لعبة نشر إشاعات عن ميول الكاظمي الأمريكية كانت لعبة إيرانية لإبعاد الأنظار عن كونه مجرد دمية إيرانية بحسب تعبير الكاتب. ظهور شهادة تؤكد ارتباط الكاظم القديم بالمخابرات الإيرانية. قبل يومين فقط ظهر على إحدى الفضائيات النائب السابق أياد جمال الدين الخبير في الشؤون الإيرانية بحكم كونه عاش ودرس العلوم الدينية في إيران، وقد عبر جمال الدين عن اعتقاده القاطع بارتباط الكاظم بالمخابرات الإيرانية بصورة لا تقبل الشك. ونعيد تكرار المعطيات الواقعية التي جعلتنا نصر على ارتباط الكاظم بإيران، ومن أبرزها خروجه من العراق ودخوله إيران بعمر 17 سنة وعيشه فيها حسب رواية الكاتب غالب الشابندر الذي عاش الكاظم في بيته بإيران. فمن بين آلاف عملاء إيران تم تنصيب الكاظم مديراً لجهاز المخابرات من قبل قاسم سليماني، وكان الكاظمي لا يملك أي خبرات مخابراتية ما عدا أنه يتصف بشخصية ضعيفة مطيعة وخانعة، وهذا هو المطلوب من قبل إيران. لقد عمل الكاظمي بوصفه مديراً للمخابرات في زمن حكومة عادل عبد المهدي، عضواً في اللجنة الأمنية التي تألفت من الأجهزة الحكومية والميليشيات، وكانت مهمتها التصدي لثوار تشرين وقتلهم، وكان يجتمع بها في بعض الأحيان قاسم سليماني ليصدر لهم تعليمات قتل جديدة للمتظاهرين. من بين آلاف عملاء إيران قفز الكاظمي إلى منصب رئيس الوزراء دون أن يمتلك أي مؤهلات تذكر، وإذا كانت الحجة أنه شخصية مدنية فإن إيران لديها عشرات الشخصيات العراقية المدنية المرتبطة بها سراً، وقد دستها لاختراق التيار المدني وكان من الممكن تكليفها بالمنصب. أضاف الكاتب: الحقيقة المؤكدة أن سياسة ما بعد عام 2003 جاءوا بموافقة إيرانية لأنهم مرتبطون بها ويقدمون لها خدمات تمثلت في بيع العراق وثرواته إلى إيران. هجوم أربيل الأخير وتداعياته موضوع تناولته الكاتبة باهرة الشيخلي في مقالة جاء فيها: الجديد في هذا الهجوم الأخير أنه كان بطائرات مسيرة، وهو ما يوجه أصابع الاتهام إلى إيران وميليشياتها في العراق. هجوم أربيل يفصح عن فقدان السيادة العراقية. من المؤكد أن الميليشيات الموالية لإيران في الوسط والجنوب بما تملكه من صواريخ أرض وطائرات درونز ملغمة لا تزال قادرة على إلحاق أكبر الأضرار الممكنة بالقواعد والمصالح الأمريكية،
لكنها لا تفعل ذلك، والسبب عدم رغبة إيران بالحرب في هذا الوقت. لهذا لن يتحول العراق إلى ساحة حرب بالوكالة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في المستقبل المنظور، على الأقل طبعاً. على الرغم من أن هذه الظاهرة ستتواصل ليس فقط في كردستان بل حيثما كان هناك تواجد أمريكي في العراق، لم يتأكد ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة الماضية بأن سربا من الطائرات المسيرة استهدف مراكز حساسة في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار، لكن الأكيد أن هجوما شنته الأربعاء طائرة مسيرة تحمل مادة TNT استهدف مركزاً للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية داخل مطار أربيل. الهجوم على التواجد الأمريكي في العراق ليس جديداً لا في أربيل ولا في بغداد حيث السفارة الأمريكية، ولا في محافظة الأنبار حيث توجد أكبر قاعدة عسكرية هي عين الأسد، لكن الجديد أن يتم الهجوم بطائرات مسيرة، وهو ما يوجه أصابع الاتهام إلى إيران وميليشياتها في العراق. لن تتوقف دولة ميليشيا الحشد وهي الدولة الموازية للدولة الرسمية أو تتراجع عن أعمالها الإرهابية، فهي وحدها تملك الحل والعقد، فعقيدتها تعتبر أن يكون العراق مجالاً لأي حرب تستهدف إيران. أضافت الكاتبة أن أي سيادة حقيقية في العراق لن تتحقق في ظل عملية سياسية صممت على أساس التبعية للخارج. التقاليد العشائرية في العراق وتأثيراتها في الواقع الاجتماعي في البلد موضوع تناوله الكاتب رعد عطيها في مقالة جاء فيها: سواء ارتدينا الأزياء الأوروبية والأحذية البراقة ودخلنا الأندية الاجتماعية الراقية ودرسنا في الأكاديميات، سيبقى شبح الشيخ يطاردنا في البيت والشارع والمدرسة. كلنا شيوخ. في التقاليد العشائرية العراقية ثمة أحكام قاسية تتخذ بحق الخارج عن قوانينها المقدسة، فسيقام عليه الحد الرمزي وهو ما يسمى في الأدبيات العشائرية كسر العصا. والمقصود من هذا المعنى هو أن العشيرة لن تتكفل في المستقبل بحماية هذا الشخص من الأخطار المحتملة، إنها عملية نبذ وإقصاء تشكل روح الأعراف العشائرية. وليس بالضرورة أن من تعرض لهذا الكسر قد بدرت منه بادرة خطيرة، فالوقوف بوجه الشيخ ومعارضة قراراته ومحاولة التميز فهذه كلها مصدر قلق لشيخ العشيرة وهواجس مخيفة بوجود علامة بارزة على فهم الحرية، وهذا ما لا يمكن السكوت عليه إطلاقاً من قبل العشيرة وشيخها الأكبر. إن النبذ والإقصاء الذي تمارسه العشيرة على معارضيها هو أحد الآليات الدفاعية الناجحة لكسر شوكة المعارضين. لقد انعكست روح الشيخ في كل مفاصل حياتنا الاجتماعية والسياسية، وفي كثير من الأحيان يصعب عليك الفرز الحقيقي بين الفئات التي تحمل لواء الحداثة وبين الفئات المحافظة. والمفارقة المؤلمة هنا وبقوة الذاكرة العشائرية المتأصلة في أعماقنا أنه لم تسلم حتى التنظيمات السياسية التي حكمت العراق لاحقاً من هذا الأثر، على الرغم من توجهاتها العلمانية، فسواء كانوا من جهة المدنيين أو العسكر فالمخرجات واحدة. روح الشيخ التي لم تفارقهم وتبقى سمة رئيسة في هذه المجتمعات هي الولاءات الشخصية القائمة على العلاقات الإيمانية. أضاف الكاتب أن السلطان الحقيقي الذي يتحكم في الذهنية العراقية هو ذلك الشيخ الذي يطل علينا في كل مرة، ثم صوت خفي نسمعه في أعماقنا يردد هذه العبارة دائما: كلنا شيوخ. الفوضى الأمنية في العراق موضوع تناوله الكاتب حسين السبعوي في مقالة جاء فيها:
كل يوم يظهر مسؤول رفع المستوى في الدولة سواء أكان في الحكومة أم في مجلس النواب، وهو يحذر من انهيار النظام السياسي في العراق. فلنتابع التفاصيل. الفوضى الأمنية في العراق. يعاني العراق من فوضى أمنية عارمة منذ الاحتلال الأمريكي له سنة 2003 وإلى الآن، ويعتبر قرار الحاكم المدني بول بريمر بحل الجيش العراقي ومؤسساته الأمنية من أهم الأسباب التي أدت إلى هذه الفوضى. لا يعرف أحد اليوم عدد الميليشيات المتواجدة في العراق، فالميليشيات الأولى مثل بدر وجيش المهدي قد فرخت عشرات الميليشيات الفرعية التابعة لها، كما قامت الأحزاب الطائفية بتشكيل ميليشيات أخرى جديدة، ولم يكتف الحزب بميليشيا واحدة له فقط، فأصبحت لدينا عشرات الميليشيات، كل منها تابع لحزب أو لرجل دين معمم يديرها ويستثمر فيها. كما أصبحت هذه الميليشيات تمارس جرائمها ضد الشعب العراقي دون أي رادع لها، بل وتعتبر نفسها فوق القانون والدستور، فهي تقتل وتعتقل وتنهب المال العام والخاص وتبتز المواطنين، بل تبتز حتى السياسيين في الدولة. فهي تكمم الأفواه وتحرق القنوات الفضائية غير الموالية لها، بينما القوات الأمنية تقف بجانبها إما متفرجة أو مساندة لها. والغريب في الأمر أن هذه الميليشيات كلها تسمي نفسها بلفظ الجلالة أو بأسماء مقدسة، مثل حزب الله وربع الله وجيش المهدي، وجميع هذه الميليشيات مرتبطة بإيران وولاؤها لها بالضبط. إن الفوضى الأمنية نتاج طبيعي للفوضى السياسية التي يعيشها العراق، وهذه الفوضى السياسية هي مشروع أمريكي تنفذه إيران بأدواتها العراقية لتفتيت الدولة العراقية وتمزيقها ونشر الطائفية. أضاف السبعاوي: عندما تصدر تصريحات من هذا النوع ومن أعلى المستويات في الدولة، فهذا يثبت أن هؤلاء المسؤولين ما هم إلا دمى تديرها الميليشيات، وأن الحاكمة الفعلية للعراق هي تلك الجماعات المرتبطة بإيران. ما تعرض له السوريون والشاميون خصوصا في الأعوام والعقود الماضية هو موضوع تناولته الكاتبة دلال البزري في مقالة جاء فيها: خرج 13 مليون سوري من بيوتهم، والأرجح أن أيا منهم لا يعود ليؤسس خارج البيت أو خارج الوطن حياة جديدة ولو تحت خيمة. أهل بلاد الشام يوحدهم طردهم من بلادهم. بلاد الشام مقسمة مفتتة موزعة بين محاور متحاربة مضرجة بدمائها ولاجئها، ولكن ولا مرة بدت موحدة كما هي الآن، لا سياسيا ولا فكريا أيضا، إنما بذاك المصير الغريب الطارد أبناء البلد من بلادهم. الصهاينة بإعلانهم عن تأسيس كيانهم عام 1948 أخرجوا مئات الآلاف من الفلسطينيين من ديارهم وحولوهم إلى لاجئين في دول الجوار، ولاحقا لأصحاب الحظوظ من بينهم هجرة ثانية مضطربة مؤقتة في بلاد الله الواسعة. وخلال تلك الهجرات احتاج كل فرد فلسطيني نال جائزة العيش أن يفعل ما يفعله كل من خرب بيته، أعادوا بناء حياتهم كأنهم يستأنفونها. أما الذين بقوا أو عادوا إلى الضفة الغربية والقطاع فلم تخلو حياتهم من الاهتزاز والعذاب أو من الحلم بالمغادرة يوما ما، فيما أقرانهم من الذين لم يخرجوا سنة النكبة فهم منتقصو الحقوق، لا تقل حياتهم اضطرابا وقلقا. وباندلاع الثورة السورية ضد بشار الأسد ونظامه دمرت حياة 13 مليون سوري ومعهم عشرات الآلاف من الفلسطينيين، فيما لم ينعم لبنان منذ 80 سنة بأي 10 سنوات متتالية من الاستقرار. إن هذه الشعوب الثلاثة أقدارها لا تشبه إلا نفسها، ولكل واحد منها قصة تروى عن المسار الذي اتخذته حياته
وبصرف النظر عن اختلاف الأشكال والتواريخ، فإن نقطة واحدة تجمعهم هي أنهم لم ينعموا بالاستقرار في أي من تلك الفترات القريبة والبعيدة. أضافت الكاتبة: لا ننسى تفاصيل حياة الذين بقوا من السوريين تحت قبضة بشار الأسد، أن حياة هذه الملايين يشوبها ألف توتر وإذلال وحرمان. العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية وتداعياتها بعد قتل جورج فلويد هو موضوع تناوله الكاتب عثمان مرغني في مقالة جاء فيها: في العام الماضي كان 3 أشخاص يقتلون على يد الشرطة في كل يوم، فقد وقع قرابة 1100 حادثة إطلاق نار مميتة من لدن الشرطة على مدنيين في عام 2020 مقارنة بنحو 999 حادثة في عام 2019. أمريكا ماذا بعد المحاكمة؟ تنفست أمريكا الصعداء بعد النطق بالحكم في القضية التي أثارت أوسع مظاهرات ضد العنصرية منذ حركة الحقوق المدنية في الستينات. فأي حكم غير إدانة الشرطي السابق ديريك شوفان بتهمة قتل جورج فلويد كان سيشعل مظاهرات الغضب مجدداً ويعمق الانقسام في المجتمع. إن عملية إصلاح مؤسسات الشرطة في أمريكا لن تكون سهلة أو سريعة، ليس فقط بسبب الانقسامات الحزبية في الكونغرس التي تعطل التشريعات المطلوبة لإصلاح جذري، أو بسبب الاستقطاب المجتمعي الحاد، وإنما أيضاً لأن أنظمة عمل الشرطة معقدة وثقافة العنف متجذرة والشكوك في الشرطة قوية من الأقليات، فالأمريكيون وخاصة من جذور أفريقية يشعرون أنهم مستهدفون من الشرطة، والإحصائيات تدعم شكواهم فيما يتعلق بنسب الاعتقال وإيقافهم للتفتيش في الطرقات وإطلاق الرصاص عليهم في الاحتكاكات بالشرطة. خلال العام الماضي فقط كان 3 أشخاص يقتلون على يد الشرطة كل يوم، وفي الأشهر 3 الأولى من 2021 سجلت ما نسبته 213 حالة إطلاق نار من الشرطة على مدنيين، وشكل الأفارقة 24% من القتلى، رغم أنهم يشكلون حوالي 13% فقط من مجموع السكان. وخلال محاكمة شوفين قتل 3 من الشباب الأمريكيين على يد الشرطة، آخرهم المراهقة ميكيا بريانت البالغة من العمر 16 عاما والتي قتلت برصاص الشرطة في ولاية أوهايو أول أمس. أضاف الكاتب: أمريكا أمامها طريق طويل، وإصلاح الشرطة لا يكون في الواقع سوى جزء من الحل للمشكلة الكبرى وهي العنصرية التي لا تزال متجذرة ومتغلغلة في كثير من مناحي الحياة. دعا علماء بريطانيون إلى توخي الحذر بشأن الطفرة الجديدة من فيروس كورونا التي اكتشفت في الهند مؤخرا. جاء ذلك على وفق ما نقلته صحيفة إندبندنت البريطانية، وأكدت أنه مع بعض النظريات القائلة بأن هذه السلالة الهندية قد لا تمثل مشكلة كالطفرات الأخرى للفيروس، ولكن علماء يدعون إلى توخي الحذر منها في وقت أضافت فيه بريطانيا الهند إلى القائمة الحمراء. وذكر الصحيفة أن المتغير المعروف الجديد يتحقق فيه من مسؤولي الصحة في المملكة المتحدة، إذ اكتشفت 77 إصابة حتى الآن بهذا، ولم يعرف بعد ما إذا كان هذا المتغير أكثر خطورة أو سيستجيب للقاحات المتوفرة حاليا. ونقلت الصحيفة عن الخبير في معهد ويلكوم سانجر البريطاني دكتور جيفري باريت قوله: إن المتغير قد انتشر في الهند مع الموجة الأخيرة الكبيرة والمأساوية، ولكن لا نعرف حتى الآن إذا كان هو سبب هذه الموجة الجديدة. وأضاف: بالتأكيد هناك علاقة سبب ونتيجة، ولكن لن تسجل سوى نحو 1000 حالة في الهند من بين نحو 4 ملايين حالة في هذه الموجة حتى الآن،
في حين ازداد عبء العمل على حفاري القبور بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة في الهند لوقت تضرب فيه البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة حاليا موجة ثانية من الوباء، ورسميا توفي نحو 180,000 هندي بسبب فيروس كورونا، منهم 15,000 في شهر نيسان، ولكن يعتقد البعض أن الرقم الفعلي قد يكون أعلى من ذلك بكثير. هذا وانتشر صور المحارق الممتلئة وغير القادرة على التعامل مع عدد الجثث الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي في وسائل الإعلام. وسجلت في الهند أكثر من 2,000 وفاة بالفيروس ونحو 300,000 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة في أحد أكبر الأرقام اليومية في العالم منذ بدء الوباء بحسب بيانات رسمية. نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.